ننطلق الآن إلى عاصمة النور باريس، حيث نظم المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح في باريس ندوة بعنوان رحلة التراجيديا السومرية من جلجامش إلى حكاية فانتازية. أدار الندوة الشاعر والكاتب العماني المعروف عبد الرزاق الربيعي الذي وافانا بهذا التقرير. في البدء أحيي مستمعي برنامج مسرح الشباب وأشكره على متابعته لكل ما هو جديد، وقد أمضينا وقتا ممتعا في رحلة مع تراجيديا السومرية وجلجامش ويوميات مجنون أغنية التام، ومن هذه الأعمال التي قدمها ضيف جلستنا الدكتور سعدي يونس بحري في لقاء افتراضي نظمه المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، حمل عنوان رحلة التراجيديا السومرية من جلجامش إلى حكاية فانتازية. طبعا هي الجلسة احتفاء بثلاثيته التراجيدية، وكذلك توظيف الملحمة والآداب الرافدينية في المسرح المعاصر، لا سيما أن الدكتور سعدي يونس بحري قدم ملحمة جلجامش كمونودراما على مسارح باريس لحوالي 3 عقود، والعرض مستمر، وطبعا باستخدام الأقنعة واستخدام وتغيير الأداء الصوتي والحركي، واستطاع بمفرده أن يقدم هذه الملحمة ويجسدها على المسرح ويوصل الخطاب إلى الجمال إلى الجمهور الفرنسي. وأيضا خارج فرنسا هو قدم العرض في بلدان عديدة، وتجربة طويلة وعريضة. طبعا هذا كان جانب من الحديث، أما الجانب الثاني فهو كان حول مسرح الشارع، والمعروف أن الدكتور سعدي يونس بحري أسس مسرح الشارع في العراق وقدم يوميات مجنون لجوجل عام 1972، واستمرت جهوده في هذا المجال، لذا ألقينا الضوء على هذا، وطبعا بمتابعة ومداخلات وإضافات من ضيوف الحلقة الدكتور صالح الصحن والدكتور سعد التميمي والدكتور حسن خماط والدكتورة دورين سعد. وفي إثراء هذا الحوار للمنتدى العربي الأوروبي اللي يديره الإعلامي والسينمائي حميد عقبي، المحور الثالث كان حول مسرح الحكواتي. المعروف أن الدكتور سعد يونس بحري هو يدير وشة للحكايات، قدم بين وقت وآخر عروض ألف ليلة وليلة وملحمة الجلجامش والليل والمجنون لجبران خليل جبران وأغنية التام لتشيكوف وعدد من الأعمال التي عرف بتقديمها، فهو في حراك متواصل وما يزال يقدم حكاية فانتازية في أماكن متعددة. شكرا لكم للمتابعة، شكرا مسرح الشباب، شكرا غادة كمال، تحياتي عبد الرزاق الربيعي.